تعرفوش بها في الكارت ديال كيش تعرفوا بها؟ لا عمي قاسم تفضل. جماعة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شرف ليا، شرف عظيم ليا انا بالنسبة ليا انا واش راح نقول لك. انا اول خطرة راح نتقال لكم، انا نقول الخطرة الثانية بالكلمة هذه تاع اهلا وسهلا بعرش موسى الرداح. يعني تراك صورة تراك يسمى انسيني، احنا نقولوا مرحبا بولاد موسى رداح، بعرش موسى رداح. اولا يكثر خيركم وبارك الله فيكم على الحفاوة هذه والاستقبال هذا. احنا كنا راح ان شاء الله نديروا الانطلاقة من الرامبوا ونجيو، الا غالب الظروف نتاع البرمجة جات ما هيش في محلها. المهم يكثر خيركم وبارك الله فيكم. انا ساعاني تفاجأت، انني ولد صورة تراك قبل ما نكون ولد بوجلبانة ولا ولد خنجرة. انني ولد صورة تراك، زدت هنا في صورة تراك، كبرت هنا في صورة تراك، كاينين اللي جان هذو على بالي بلي ما يعرفونيش. انا واش راح نقول لكم، نستكثر خير فاتح جغلال يعني بمعنى الكلمة، راهو عندكم فارس يعني بمعنى الكلمة. إلا كان فوسيتو الحية باش فارس هذا، راهو نوليو نقولوا بكري نقولوا كامل حشومي سني بلا ما يشوف، اليوم نقولوا فاتح هو اللي سني بلا ما تشوف. بزاف ونزيد نرحب بالمترشحين، راهم هنا راهم جاوا بقوه، وكاين واحد 10 ولا 12 واحد من المترشحين راهم هنا يعتبروا روح مولات الشعب، راهم في وسط راهم منهم من الطاحه واللي كانوا هنا. المهم المترشحين امانة فاتح والاسره نتاعو، يعني نستكثروا خيركم بزاف على هذه الحفاوه هذه، ونستكثروا بخير الشعب نتاع عرش موسى الرداح بهذه الحفاوه هذه. مباشره نمدوا الكلمه لبي فاتح في بلاصه فاتح يهضر كلمه، ومن بعد هذيك الساعه نبداو في الاشغال نمدوا الكلمه لرئيس بلديه خنجر. تفضل يا بابا، تفضل مشكور. اعطيونا سبات يا جماعه نسمعوا لبعضنا يا حمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله ما عندي منزل نكمل على هذا الأخ هذا فتح، أنتم اللي زكيتوه، ما جاش يعني بقوة عليكم، ولا الحي هما اللي زكاوه، ولا واش راح نقول ولا الحي كما زكيتوه اليوم
نهار 23 تزكيوه. هذا نهار 23 الزكيوة. احنا واقفين معاها اخويا. ان شاء الله ربي الكريم. انا ما مستعد الحاجة هذه. على بالي. والله على بالي بكم. وراني نمشي وعلى بالي بالشركة راني مطمئن منكم 300%. ربي ان شاء الله مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة عامل الحاج بارك الله فيك. بارك الله. الآن نمدوا الكلمة مترشح واحد اخر. تفضل عبد الله. تفضل كلمه عبد الله. معليش معليش كلمه. نستنى الرئيس الهدر. الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المرسلين. والله ساعات كيشوف الانسان هكا اخوه كيما هكا وجمهور كيما هكا ما يقدرش يهضر. وانما احنا نقولوا احنا اهلنا في صنطراك واحنا من صنطراك وندوروا في صنطراك. فاتح غني على التعريف ما شاء الله. نعرفوكم فاتح. احنا نتمناو ان شاء الله تكونوا سند لينا. ممكن جربتونا فيما مضى. هذا واش راح نقولوا خاوتنا. وربي يوفقنا ويدير لنا الاعمال الخير ان شاء الله لصالح ما نقولش سوناطراك ولا كيما يقول الرئيس مسرداح ولا بوجلبانه ولا كوسيدار ولا شي واحد اخرى لصالح قال شي واحد مدينه خنشله اللي راهي تحتاج حقيقه في شخص كمال حشوف. في شخص كمال حشوف ناكدها. في شخص كمال حشوف. هذا ما نقللش من قيمة خاوتنا في 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 قوائم أخرى. وإنما الظرف الحالي والشيء اللي قدمه الأخ كمال حشوف والمجموعة اللي معاه تفرض يواصل هي استمرارية العمل. استمرارية العمل نتاع الأخ كمال. وبارك الله فيكم وشكرا على الاستقبال. درك نمدوا الكلمة رئيس بلدية خنشلة فتح. كاش ما عنده برنامج او كلمتين او ثلاثه يتفضل. مشكور كمال حشوف. تفضل. لا لا اسمع امك شو مليح فيها. روح من بعد. ما بدوش كي نهضر. لا هضروا انتوما الساعه خير. نسمعكم خير. اسمع خلينا نبداو. سمعت الرئيس. سمعت انتوما دوك هو كيسقد راهو. لا وحنا قبل ما نزكيو فاتح ولا نزكيو كنت على بالك بلي حنا من بالانتخابات بلاش انتخابات حنا معك. حنا كنا هيك صح. حنا نحبو وعود يعني صارمه. ما نحبوش يعني انا اليوم حنا مع بعضنا بوجه ومن بعد نعاودو نتقابلو مع بعضنا بوجه. ان شاء الله. بارك الله فيك. صح. الله يبارك فيك. ماذا بينا تفكروا الشباب هذا؟ راهم ضاعوا والله. لا خدمة لا زدمة. يظلهم كلين الحيوط. اللي قاجة ها وقاجة واللي قاعد هنا ها ويظل في المشاكل. ها الحباس ها الميزيرية ها هاد الحوايج هادو اللي راهنا. ماذا بينا بان نحبوا يتفتحوا على الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نرحبوا بالسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي. نرحبوا بإخوة الأعضاء نتاعو. أما بعد عندنا بزاف مطالب يا سيد الرئيس. عندنا بزاف مطالب بما فيهم عندنا ثلاث مؤسسات اليوم راهم تابعين البلدية. نتاعنا اليوم راح نقول لك بلي راك خدمتنا يعني ماشي ما خدمتناش. كاين ثلاث نقاط في سوناطراك. نقاط سوداء كاين عندنا البوليتيف كاين عندنا الواد كاين عندنا الصطاد. اليوم الحمد لله يعني راهم يمشيو كيما صافي كاينه خدمه والحمد لله. بصح مازالونا نقاط هذو رسميين السيد الرئيس.
مشيو من النطاط هذا. عندنا ثلاث مؤسسات اليوم تابعين البلدية. عندنا الفرع البلدي الرابع هذا حنا في 2006، في 2006 اليوم حنا في 2017، ما عندنا حتى من سبعة ما كانش. حنا راهي 11 سنة الله يبارك. لما ناس بيجيو ما كانش منها ما يجيوش، بصح حنا رانا محقورين بزاف خلاص. زيد واش عندنا؟ عندنا الابتدائية هذه حنا في 87، اليوم حنا في 2017 30 سنة الله يبارك، ما عندنا حتى من سبعة مل. عندنا الابتدائية هذو هذو كلهم تابعين تابعين البلدية كيما نقولوا. عندنا درك انا شوف كيما جماعة تاع بوجلبانة نشكرهم بزاف خلاص ونتحي لهم رجال وعاونهم كيما نقولوا الاخ كريم بالمعروف وقف معاهم وما واقفين معاه. حنا اليوم ما لقيناش يعني اللي راح يوقف معنا، لقينا فاتح شغلال هذا زكيناه كله وقفنا معاه. نتمنوا انه مازال راه يخدمنا خويا. الشباب نتاعنا راهو ضايع كيما راني نقول. عندنا اللي هنا في الصونات راك واش كاين، عندنا اللي راهو مقاجي راهو مقاجي، اللي ماهوش مقاجي راهو في الحبس، اللي ماهوش في الحبس احنا هنا قدام راهم خرجوا من الحبس بعد هذوك كلهم تقريبا الوافر كل حتى المؤمن واش راهم يسرقوا الشعب هذا. ما كانش الخدمه، الخدمه ما كانش. عندي دوك انا مع باليش قلت انا المؤسسه لنا انا ما نخدمش فيها، تروح تجيب لي انت براني يخدم فيها. انا من غدوه باين بلي راح نروح نسرقها، كي لقانا البراني اللي راهو يخدم فيها نروح نسرقها. بصح انا من غدوه لو كان جي البراني اللي راهو يخدم فيها بصح انا من غدوه، بصح انا من غدوه كي نجي ونلقى مثال جاري هذا ولا جاري هذا ولا جاري هذا خدام فيها راح نعيش منه وراح نروح. دوك احنا واش نعرفوا نتاع بوجلبانه هذو خدامين داروا لنا بارك لهنا تاع الجار داري الناس كل خدامه. شكون بوجلبانه؟ نطلعوا الفرع البلدي نتاع بوجلبانه هذو لقاهم كل مترسمين وكل مترسمين. نروحوا للبلد ما عندناش واحد في البوست تاعو سامح لي. نروحوا نروحوا البلديه الكبيره نلقاهم كل بوجلبانه. خليونا من لاسيتي بوزيد سونا تراك يا خوتي ما تخدموش سونا تراك وراهم راهم في الحباس انا محقورين. صح صح حنا سياده الرئيس سامح لي سامح لي سامح لي حنا سياده الرئيس ما عندناش شك فيك. الحمد لله راك خدمتنا ومازال راك خدمنا ورانا معاك وراك مازال تحتاجنا. حنا رانا واقفين معاك وديما ان شاء الله نوقفوا معاك وراك شفنا الرئيس ونسمعوا. الله يبارك فيك والله نسلم عليك على الصراحه نتاعك والله يا سعد الجرأه يا خلاص يا سياده الرئيس مازال عندنا البارك هذا راح يحل. احنا لازم دوكا لازم تعطينا وعود. احنا معاك ورانا قلنا لك رانا معاك نطلعوك كيما تحب انت نطلعوك ولو كان نهار الفوت نمشيو بالعصا. ولكن حاجه واحده الرئيس ولكن حاجه واحده حتى انت لازم تعطينا وعود بما فيها المؤسسات هذو الثلاثه. سامح لي سامح لي سامح لي سامح لي بما فيها مسجد الرئيس بما فيها المؤسسات هذو الثلاثه لازم توعدنا. لازم الشباب هذا لازم يخدم ان شاء الله. البطل هذا لازم يخدم وتعطينا وعد كما نقولوا الشرف كما يقولوا. ان شاء الله رانا ديما معاك. شوفوا اخر لقاء بعد الحمله الانتخابيه راح يكون في الصنطراك ان شاء الله اخر لقاء والسمانه من بعدها نفوتي ويزيد نعاودوا نزيدوا نعاودوا ان شاء الله وبارك الله فيكم ونعاودوا نمشي الشارع. الله يسلمك. مباشره الكلمه ضرب الرئيس بلديه هاجم دو شوفي وراكم الناس وراكم من بعد نثبتوا ما فرصه. هيا يا جماعه تحبوا نهضر لكم الرسمي ولا لا؟ انا وراك نقولوا تشوفين كمال عوار حاش حرب الرئيس قال لك الوراق كلكم تشوفين 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 الوراق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين باسمي ونيابة عن زملاء المترشحين في قائمة الحزب الوطني للتضامن والتنمية اللي تمتاز برقم 2 ورقم 2 هو من الأرقام الجيدة اللي الناس كانت تحب رقم 2 هذا. أنا نقول لكم باللي اليوم هذا اللقاء الثاني في مسدح اللي كان لي لقاء قبل عند عائلة شغلال المترشح الأخ شغلال الفاتح اللي كان لقاء مع العائلة نتاعو وهذا اللقاء الثاني مع جميع سكان مسدح اللي اليوم الحمد لله أنا نعرف الوجوه اللي هنا كامل فيهم بالعقوبي فيهم بودرمي فيهم العماري فيهم السيغي فيهم جميع سكان مسدح. أنا قبل انا سمعت الانشغال تاعكم والانشغال تاعكم هذا بطبيعه الحال راهو عندي انا من قبل الانشغال
تاعكم. هذا علاش انا قاعد ناكد على المواطنين تاع بلديه خنجره ونقول لهم انه نكونوا البرنامج تاعنا هو الاستمراريه. هي الاستمراريه هو انه رئيس بلديه نعرف المشاكل تاع جميع الاحياء، ماهوش غير موسى الردع، جميع الاحياء تاع بلديه خنجره نعرف المشاكل تاعها. اما بالنسبه لموسى الردع يعني قدمت لكم خدمات كبيره جماعه موسى الردع، انه قبل موسى الردع ما كانش عندكم تمثيل في بلديه خنجره بفضل كمال حشوف والقائمه تاع كمال حشوف. المونده اللي فاتت كان عندكم التمثيل تاع موسى الردع، وكان انسان كان عضو اللي كان معايا في البلديه اللي تا هو دائما، انا دائما نشكر اللي قدم تا هو خدمات للحي تاعو. الثاني في العوده هذه المقبله ان شاء الله اني انا بالتنسيق معكم انتم مع الشباب اللي تربطني بهم علاقه طيبه، انه حاولنا انه زكينا واحد من نفس الحي هو الاخ فتح شغلال، باش يعاود يمثل الحي. تبقى انه فتح شغلال هذا هو يعني بارك الله فيه يبذل فيه مجهود كبير هو والعائله تاعو والسكان تاعو. انا المشاكل تاعكم نعرفها واحد بواحد، نعرف المشاكل تاعكم، نعرف المشاكل تاعكم تاع السكن تاع ليفوليتيف هذا اللي فيه في يوم وكان مكان يعني لا يليق على السكان. ويعني بالمجهودات تاعي انا وبشخصي وبشخصيتي يعني فرضت نفسي، وانه الناس هذو اللي راهم ساكنين راهم ساكنين ولات مسردع بطبيعه الحال. الناس كامل ساكنين، الشباب الحمد لله الشباب مزوج كان خارج على الطريق. اليوم المهم انه عنده امل في الحياه انه يكون عنده السكن. بقات في المشاكل الاجتماعيه مثلا كي العامل والادماج والشبكه، انه انا مسردع، انا الشباب كامل كنت نسني لهم في البونتاج كانوا يخدموا عندي في الادماج، الشباب كامل تاع مسردع كنت نسني لهم جامي تحقر الشاب ولا دخل عندي شاب من مسردع ولا من الحي هذا انه دخل عند كامل حشوف وما وقفاش معاه ولا حقر ولا ما هدرش معاه. انا على علم انه اذا عندكم الحق انتم مثلا تقولوا المؤسسه التربويه ولا المشاكل، انا في الفطره تاعي ما عندي حتى منصب، ما جالي حتى منصب تاع ترصيف، والغيره تاعك انت والغيره تاع خونا فاتح وتاع جميع الاحياء. انا اللي دار الكلام اللي نوجهه الكلام اللي قاعد نهضر فيه دركا، راني انا ديجا بديت الحمله الانتخابيه عندكم على بالكم بلي عندنا اسبوع بلي بدينا في الحمله الانتخابيه. على واش بديت الحمله الانتخابيه؟ انا عندي ضغط تاع المواطنين تاع بلديه خنجره، ما يكفينيش المده تاع شهر، ما تكفينيش باش نشوف المواطنين كامل ونشوف الانشغالات تاعهم. وبطبيعه الحال قاعد ننسخ مع جميع الاحياء انه كل حي يكون عنده ممثل تاع الحي تاعو من بعد بطبيعه من بعد كي يكون رئيس بلديه ان شاء الله. وهذا ديما ناكدها في الكلام تاعي انكم انتوما راكم ماشيين مع 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 حصان رابح، ماكمش ماشيين مع الخاسر. هذه انا يعني ماشي هذا الشيء اللي ناكدوا للناس كامل، والناس كامله تسمع فيا. واحد يقول لكم مجنون انت واش في هذا ومجنون، واحد يقول لك لاني قعدني نقعد مير، واحد البلديه تاعي ما انت واحد طاش البلديه الشعار تاعها من الشعب والى الشعب، هذا منصب تاع من الشعب والى الشعب. المنصب هذا كاين عندي الدبله هذيك هو الشعب اللي حطها لي، ما تحطهاليش الدوله ولا تحطهالي الاداره. اذا لازم حنا اليوم الحفاظ تاعنا هو الاستمراريه، الشيء اللي نوعدكم به ان شاء الله. حنا من المستقبل ان شاء الله حنا قاعدين يعني نقولوا حنا ديما الولايه تاعنا ان شاء الله ديما نمشيو بالازدهار والتنميه. عندنا الحديقه كما الحديقه الجديده هذه اللي جايه المسردع. انا اذا ان شاء الله اذا كنت في المده تاع 5 سنوات والله لا نخليكم، وتعرفوني بالكلام تاعي كي نقول لكم والله ما نخليكم والله ما نخليكم. زيد المشكل تاعكم تاع السكن، انا راني مشيت استمريت معكم ومشيت معكم ودرنا ريسبسيون وكلينا ودرت حوايج يعني اللي انا ما تحبش انا في نفسي ما عنديش خويا ولا ولد عمي اللي مدي لنا، ولا انا عندي المواطنين تاعي اللي انا ككمال حشوف حميتهم. وفي يوم من الايام كانت ناس لحت الناس في مسردع لحتهم الحبس. شباب احتج على حقه، شباب طالب بالعمل ولا طالب بالسكن، اي تلاحت 40 في الحبس يا جماعه، كمال الشوم ولا حتى واحد في الحبس. طلب الماء يشرب، طلب الماء يشرب 45 واحد 2004 هبط 48 المسردع. انا نزيد نعاود نرد الكلام تاعي ونرد لكم يا جماعه. الانتخابات راهي واقعه، الانتخابات يا جماعه بكري، الانتخابات في خنجره راهي ناقصه. اليوم الحمد لله انا الحمد لله، وتا الناس من بعد اللي راح تفرج عندنا الفيسبوك تاعنا اللي تفرج، انا الاحياء هي اللي تعيط لي. انا كون ما عيطتش حي والله ما نروح كون اخترت الخدمات تاعي، قدمت خدمات كبيره في خنجره، ونتحدى اي واحد انه خدم منذ تاسست بلديه خنجره وكان رئيس بلديه قدم الخدمات اللي قدمتها انايا، ولا استقبل المواطنين ولا كذب على المواطنين ولا دار على المواطنين كما درت انايا. كانت عندي علاقه مع المواطن كما الحشوف هذاك، من بعد ما تجيبلوش المعرفه، من بعد يجي هذا الناس كامل عند كمال الحشوف يحكموا ويهضر معاه. زيد نكذبكم يا جماعه، حافظوا على البلاصه تاعكم.
حافظوا على البلاصه تاعكم، حافظوا على البلاصه تاعكم، رئاسه البلديه تاعنا واحد يدينا، هاي تاعنا كانت كيفاش نحيو الناس الاخرى؟ كيفاش ها النيل تاعنا، هاي البلديه تاعنا، تصح واحد ينحي لك المراه تاعك من دارك؟ هي البلديه تاعنا، خويا البلديه تاعنا واحد ينحيها لنا، واحد ينحيها لنا خويا. ونزيد انا والله العظيم انا كي نكون مع الوجوه هذه انا نزيد نتاكد حاجه، نزيد نوجه نداء لجميع الاحياء تاع بلديه خشره ان شاء الله بربي، ان شاء الله في المده تاع الحمله هذه ان شاء الله راح نزور جميع الاحياء وراح يكون لي لقاء مع جميع الشباب، وان شاء الله احنا الشيء اللي يهمنا الشيء اللي يهمنا الشيء اللي يهمنا جماعه الشيء اللي يهمنا انه ديما نحافظوا على بلادنا جماعه، نحافظوا على بلادنا نحافظوا على بلادنا، خاطرش اليوم احنا جيراننا راهم عايشين في ميزيريه كبيره، احنا اليوم عندنا الامن والامان وربي يحفظ لنا فخامه رئيس الجمهوريه اللي انا دائما نعتز به، كاين الناس اللي يقول لك حزب فلاني حزب فلاني، احنا الحزب تاعنا هو رئيس الجمهوريه وهي الجزائر، وبارك الله فيكم وشكرا. هيا سمح 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 هيا سمح